بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أرحب بالسيد رئيس دائرة ودرهي المحترم السيد رئيس المكتب الوطني الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم، والوفد المرافق له السيد الأستاذ الشيخ بن عودة حيرس عضو المجلس الوطني السابق وعضو المكتب الوطني السابق، السادة رؤساء الشعب البلدية للجمعية وأعضاء الجمعية، الأساتذة الكرام، الضيوف، أبناء منطقة ودرهيو، الجمع الكريم، أسعد الله صباحكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار النشاطات الثقافية والعلمية التي دأبت عليها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين شعبة ودرهيو، ها نحن نلتقي في الطبعة الخامسة من الملتقى الوطني الخامس حول الأسرة المسلمة المعاصرة، رهانات وتحديات. وقد اختارت الجمعية وأعضاء الجمعية لشعبة ودرهيو هذا العنوان لما يكتسي من أهمية، خاصة في ظل يعني الرهانات التي تشهدها الساحة الوطنية والساحة الدولية وحتى الإقليمية، خاصة فيما يخص الأسرة المسلمة وهي النواة الأولى للمجتمع. لا أطيل عليكم، أول شيء نبتدأ به هو آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ ربوط السعيد، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. كما قال العلماء، الأمر الوحيد الذي أتى في القرآن أو أتى به القرآن وعبر عليه بالميثاق الغليظ وهو الزواج. لهذا الأسرة المسلمة لها أهمية كبيرة في القرآن الكريم. مباشرة أدعو الأستاذ غريب الله الميلود رئيس شعبة ودرهيو لإلقاء كلمته الترحيبية بالضيوف، فليتفضل مشكورا.
اللهم باسمك نبتدي وبهديك نهتدي وبنبيك نقتدي. فتحت الأبواب ونصلي ونسلم على سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ورضوان الله تعالى على صحابته الطاهرين الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي سهل وتمم بالخير. إخواني الحضور، أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقاعد. في البداية أرحب بالحضور كل باسمه وحسب موقعه ومسؤولياته. أتوجه بالشكر أولا للسيدة والي ولاية غليزان بجزيل الشكر والعرفان لرعاية السامية لهذا الملتقى، السيد رئيس الدائرة دائرة ودرهيو، السيد الدكتور عبد الرزاق قسوم رئيس المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، السادة أعضاء المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، السادة أعضاء المجالس المنتخبة الوطنية والولائية والبلدية، الأسرة الثورية، مجاهدين وأبناء الشهداء، السيد رئيس المكتب الولائي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، السادة أعضاء الشعب البلدية والولائية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، السادة الأئمة، أخواتي الفضليات، المجتمع المدني، جمعيات، منظمات وأحزاب، الأساتذة، رجال الإعلام والصحافة، أرحب بكم جميعا وأقول لكم أهلا وسهلا بكم في مدينة ودرهيو. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أترحم على شهداء الجزائر، وبالمناسبة شهداء 11 ديسمبر 1960، رحم الله الشهداء، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين شعبة ودرهيو الشرف العظيم أن تنظم هذا الملتقى في طبعته الخامسة وإثارة موضوع مهم، وهو الأسرة المسلمة المعاصرة، تحديات ورهانات، في ظل العولمة والإعلام المفتوح والفضاء الأزرق والأفكار الدخيلة، يجب علينا كجمعيات ومثقفين أن نواجه هذا الخطر الذي يهدد مجتمعنا، ألا وهو التفكك الأسري، ببناء جيل يتسلح بسلاح العلم والدين مبني على أسس متينة وفهم عميق للدين، وهذا بالاعتماد على مرجعيتنا الدينية السمحاء. هذا الجيل الذي يحاكي الجيل الذي رباه ابن باديس بالأمس، بحيث اهتم ببناء الفرد والأسرة والمجتمع، الأسرة التي كانت من اهتمامات الجمعية في برامجها وندواتها وصحفها، لأنها كانت ترى الأسرة هي أساس المجتمع، وهي المحضن الذي يتربى فيه العظماء والمستقيمون. ولذلك يهدف الإسلام من تكوين الأسرة إلى تحقيق أهداف كبرى تشمل كل مناحي المجتمع الإسلامي، ولها الأثر العميق في حياة المسلمين وكيان الأمة المسلمة. أولاً، الهدف الاجتماعي الذي يتحقق به تماسك المجتمع وترابطه وتوثيق عرى الأخوة بين أفراده وجماعاته وشعوبه بالمصاهرة والنسب. قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ثانيا، الهدف الخلقي. اعتبر الإسلام بناء أسرة وسيلة فعالة لحماية أفرادها شيبا وشبانا، ذكورا وإناثا، من الفساد، ووقاية المجتمع من الفوضى. ومن ثم فإن تحقيق هذا الهدف يكون بالإقبال على بناء الأسرة. ثالثاً، الهدف الروحي. إن بناء الأسرة خير وسيلة لتهذيب النفوس وتنمية الفضائل التي تؤدي إلى قيام الحياة على التعاطف والتراحم والإيثار، حيث يتعود أفرادها على تحمل المسؤوليات والتعاون في أداء الواجبات. وها هي جمعية العلماء بثلة من العلماء والدعاة وقيادة حكيمة، تستعمل كل وسائل الدعوة والإرشاد من صحف وندوات وملتقيات ودروس مسجدية للمساهمة في بناء أسرة جزائرية مسلمة معاصرة قادرة على مواجهة التحديات وبناء حضارة. سائرة على الخط،
الذي رسمه إمامها عبد الحميد بن بديس، ونقول للإمام رحمه الله: نم قرير العين، فالوارثون لما تركت كثير. وفي الأخير أقول لأبناء مدينة ودرهيو كما قال توفيق المدني الكاتب العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائري في 1 نوفمبر 1951 عندما زار مدينة ودرهيو بمناسبة افتتاح المسجد الكبير الذي يسمى مسجد عبد الحميد بن مديس هنا في ودرهيو: أحييكم باسم الجمعية على العمل المبارك الذي أخرجتم به مدينتكم من العدب إلى ركب الحياة. ويليه أحد شعراء الجمعية وهو يتغنى بمدينة ودرهيو قائلا: بين داعي الهدى وداعي الهوان، بان لي الرشد مائلا للعيان. أيها المسلم الغريب، تقدم وتعزز بعصبة الإيمان. أي واد، يقصد ودرهيو، أي واد حاكاك أيها الوادي، فته وافتخر على الوديان. أيها الوفد المبارك، أيها الوفد، بارك الله في مسعاك، وأصل أخوة الإيمان، سارع للشفاء بالعلم والدين، وإني أعيدكم من توان. وفي الأخير أجدد شكري للجميع للذين ساهموا في إنجاح هذا الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر السيد رئيس المكتب البلدي الأستاذ غريب العميلود على كلمة هاته، وأدعو مباشرة السيد رئيس الدائرة لإلقاء كلمته الترحيبية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد شفيعنا يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وتابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سادتي الأفاضل، سيدات فضليات، نرحب معا بالجمعية، أعضاء الجمعية الوطنية لجمعية العلماء المسلمين بدائرة ودرهيو، كما أرحب أيضا بالمكتب الولائي لجمعية العلماء المسلمين والشعب على مستوى ولاية أو بلديات ولاية غليزان. سيدات السادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم السيدة والي ولاية غليزان، أفتتح اليوم أو الملتقى الوطني الخامس لموضوع الأسرة المسلمة، رهانات وتحديات. نتمنى لكم النجاح والتوفيق في هذا الملتقى، والخروج بتوصيات تخدم الأسرة الجزائرية المسلمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر السيد رئيس الدائرة على كلمته. أدعو مباشرة أيضا إلى المنصة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بسوم، رئيس المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وكل الأوفياء لنهجه وعهده المقتدين بقدوته وبسنته إلى يوم الدين. أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، الإخوة والأخوات، كل من موقع مسؤوليته مع الاحتفاظ بكل الألقاب، هنيئاً لكم في هذه المدينة الجميلة ما صنعتم وما عملتم، ونعم هذا العمل الذي تقدمونه في طبعته الخامسة، فتشخصون الداء وتصفون الدواء. وإن هذا الملتقى الذي تعقدونه اليوم حول
الأسرة المسلمة وتحدياتها ورهاناتها هو دليل وعي، دليل وعي ويقظة بواقع المجتمع وبواقع الأمة. لماذا؟ لأن هذه الأسرة هي الخلية المعقدة المتشابكة التي إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت لا قدر الله فسد المجتمع كله. لذلك فعنايتكم بهذه الخلية هي عين الوعي بالواقع الذي نعيشه والتحديات التي يجب أن نتصدى وأن نتحداها نحن أيضا بحزم وبعزم. فالتحديات التي تواجهنا وتواجه أسرتنا بالخصوص هي القضاء على مقوماتها والقضاء على الخصوصيات التي تجعل منا أمة متشابكة متضامنة متآخية وطنية ملتزمة بثوابت الأمة. ولذلك فإن التحديات التي تواجهنا اليوم هي كما قلت لكم القضاء على المقومات الأساسية. المقوم الأساسي الأول الذي تحاول هذه التحديات العدوانية أن تقضي عليه هو تحدي الحب. فغياب الحب من البيت وغياب الحب بين الزوج والزوجة والأبناء والأب والأم هو التحدي الأول الذي يقود حتما إلى العنف، إلى البغضاء، إلى التحاقد، إلى الحقد، إلى كل ما من شأنه أن يجعل الأمة في سلبيات ويجعل الأمة تعيش هذا العنف الذي من أسبابه هذه السلبيات التي تواجهها الأمة. المقوم الثاني كذلك الذي تحاول القضاء عليه هذه الهجمة العدوانية هو المقوم الديني. والمقوم الديني هو صمام الأمان. فإذا تدين المسلم أو المسلمة ضمن بذلك الخلق السليم والنشأة الصالحة وبناء الإنسان المسلم الصالح المجتمعي. التحدي الثالث كذلك هو الهدم الخلقي. فإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا كما يقول شوقي، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والمقوم الرابع الذي أيضا نواجهه هو القضاء على مقوم الوطنية في عقل المسلم والمسلمة وفي عقل المواطن والمواطنة. هذه المقومات التي يجب علينا أن نحصن أبناءنا وبناتنا بها هي التي نأتمن الأسرة المسلمة عليها. ولا يمكن لأي مواطن أو مواطنة أن ينجح النجاح الحقيقي ما لم تكن الأسرة في بيتها متشبعة بهذه المقومات وهذه المكونات الأساسية. لذلك علماؤكم في جمعية العلماء فقهوا هذه القضايا ووعوا هذه التحديات وعملوا على الاستجابة القوية للتحدي الأقوى، فعملوا على العناية بالناشئة تعليما وخلقا ووطنية ومحبة. ومن هنا فإن ما تقومون به اليوم إن هو إلا تجسيد للمبادئ التي وضعها علماؤكم الأولون، والذين وهذه المبادئ التي نحن والحمد لله ما زلنا أوفياء لها، ونعاهدكم على أننا ك
كما قضينا سوادنا سنقضي بياضنا لتعليمها وتكوينها وتعميقها داخل النفوس وداخل القلوب وداخل العقول. إذن نحن ما جئنا لنتحدث إليكم، ولكن جئنا لنستمع إليكم، لأن الموضوع هو بين أهل الاختصاص وخاصة المختصات من النساء في هذا الموضوع. ومن هنا فإننا سنستمع إلى الوصفة العملية التي ستقدمونها لنا، وإلى العلاج الناجح الذي ستقدمونه لنا، لنكون بهذه الملتقيات الأسرة المسلمة الملتزمة بقضايا البيت، بقضايا المجتمع، بقضايا الدين، بقضايا الوطن، بقضايا الأمة. لذلك لا يمكنني إلا أن أدعو الله أن يلهمنا جميعا الصواب، وأن يوفقنا إلى أن نعي الواقع الذي نعيشه، وإلى أن يلهمنا كيف نتجاوز هذه العقبات وهذه الصعوبات، كي نعود إلى الذات، نعود إلى هويتنا، نعود إلى شخصيتنا المتماسكة المتعاونة المتضامنة المتحابة. إن الله سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أشكر أستاذنا الفاضل على كلمته الخاصة بالأسرة المسلمة. أدعو مباشرة السيد عواد بالحاج رئيس المكتب الولائي للجمعية لإلقاء كلمته الترحيبية أيضا. تفضل مشكورة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحضور الكريم، وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية، أصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء جمعية علماء المسلمين الجزائريين شعبة غليزان، أرحب بالسيد رئيس دائرة تودريهيو، وجد الترحاب بشيخنا ورئيس المكتب الولائي رئيس المكتب الوطني للجمعية الدكتور عبد الرزاق بسوم، والوفدي الموافق له وعلى رأسهم شيخنا الشيخ مكركب. كما أرحب بأستاذنا الشيخ بن عودة حيرش على حضورهم وتشرفنا بقدومهم لحضور هذا الملتقى الذي تنظمه شعبة ودرهيو. هذا الملتقى الذي ابتدأ بداية بتاريخ وادي الهيو في طبعته الأولى والثانية، وكان حول تاريخ وادي الهيو من القديم إلى احتلال الفرنسي للجزائر، وقد كشف النقاب عن حقائق وعن معلومات بينت رجال وعظماء هذه المنطقة. ثم انتقل هذا الملتقى في طبعاته الثالثة والرابعة حول المرجعية الدينية ودور جمعية علماء المسلمين على الحفاظ على الهوية الوطنية، وقد وفق المحاضرون والمتداخلون في هذا الملتقى في إثبات ما قام به علماء الجمعية آنذاك وعلى رأسهم شيخ بن باديس وبشير إبراهيمي في المحافظة عليها. وها نحن اليوم نلتقي في هذا اليوم المبارك لنتناول موضوعا آخر من أهمية بمكان، ألا وهو الأسرة المسلمة في المعاصرة. ولا يخفى على أحد أن الأسرة هي اللبنة الأولى في تكوين المجتمع، كما ذكر أستاذنا منذ قليل، فإن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله. ويؤطر هذه الملتقى أساتذة ودكاترة مختصين، نسأل لهم الله التوفيق،
وأن يبينوا ويضعوا الداء ويوضعوا الدواء للمعضلات الأسرة، هذه الأسرة التي كثرت عليها الضربات من كل جانب، خاصة في هذا الفضاء المفتوح والتطور التكنولوجي الذي صار كما قال بعضهم الأفكار الغربية ترد إلينا دون استئذان. فمن باب من لم يشكر لله نشكر بداية السيد أو السيدة والي ولاية غليزان على رعايتها السامية لهذا الملتقى. نشكر الشكر الموصول كذلك للسيد رئيس الدائرة على استقبال لهذا الملتقى. نشكر جنود الخفاء من أبناء الجمعية الذين ربطوا الليل بالنهار في تحضير هذا الملتقى، والشكر كذلك للمحسنين الذين بذلوا جيوبهم من أجل تغطية هذا الملتقى. الشكر لكم جميعا على حضوركم هذا الملتقى، بارك الله فيكم، نسأل الله التوفيق للجميع وأن ينفعنا بما نعمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر السيد عواش بالحاج رئيس المكتب الولائي على إلقاء كلمته. أدعو مباشرة الأستاذ مصطفى مغزاوي رئيس اللجنة العلمية وممثل جامعة شلف فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن السيد عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة شلف وعن الأسرة الجامعية بجامعة شلف، نبارك لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ممثلة في شعبة وادي رهيب، نبارك لهم هذا التقليد العلمي السنوي المحمود في طبعته الخامسة. مبدين كامل استعدادنا وسرورنا لاحتضان ومنح الرعاية العلمية لمثل هذه الأنشطة العلمية، والتي لها ميزة خاصة باعتبارها مفتوحة على الوسط الاجتماعي، بخلاف الأنشطة العلمية التي قد تكون منعزلة بين أسوار الجامعة فلا تكون أبلغ تأثيراً من هذه الأنشطة العلمية التي تخاطب الجمهور علانية وبشكل مباشر. فكثير ما يجد الباحثون في الجامعات يخاطبون أنفسهم ويخاطبون بعضهم البعض. فالجامعة والجمعية يجتمعان ويتفقان على العناية بموضوع الأسرة بحثاً وتدريساً وتنظيراً وتطبيقا، ودليل ذلك الكم المعتبر الذي وصلنا من المداخلات التي تجاوزت 42 مداخلة من مختلف جامعات الوطن. واجتهدت اللجنة العلمية في الانتقاء معتمدة المعيار الدراسة الميدانية. ولا يفوتني من هذا المنبر أن أشكر كل المساهمين من قبلت مداخلتهم ومن تعذر قبولهم أو قبول مداخلاتهم، ليس لنقص أو عيب أو ضعف مداخلة، ولكن طبيعة الملتقى المنضبط بيوم واحد فرض علينا الاكتفاء فقط بهذا الكم من المداخلات، آمنين أن نكون قد وفقنا في هذا الاختيار، شاكرين للحضور. وإلى مناسبات علمية لاحقة إن شاء الله تقبلوا تحيات الأسرة الجامعية بجامعة شلف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر الدكتور مصطفى مغزاوي ممثل جامعة شلف ورئيس اللجنة العلمية للملتقى. أدعو الأستاذ الدكتور سفيان شبينة رئيس الملتقى لإلقاء كلمته الترحيبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الجمع الكريم، السيد رئيس الدائرة المحترم، السيد رئيس
المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين المحترم والوفد المرافق له الشيخنا الشيخ بن عودة حيرش المحترم رئيس المكتب الولائي رؤساء الشعب البلدية وأعضاء الشعب البلدية الزملاء الأساتذة الدكاترة من مختلف الجامعات المشاركين معنا أحيي الجميع بتحية الإسلام فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجمع الكريم، لا شك أن الحديث عن الأسرة حديث ذو أهمية بالغة لاعتبارين اثنين. الاعتبار الأول كما تفضل الدكتور عبد الرزاق قسوم كون الأسرة الخلية الأساسية لبناء المجتمع، فصلاح المجتمع متوقف على صلاح الأسرة وعليه، فمكانة الأسرة من المجتمع أو مقام الأسرة من المجتمع كمقام القلب من الجسد، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. الاعتبار الثاني الذي يجعل الكلام عن الأسرة ذو أهمية بالغة هو ذلك التحول والتغير الخطير الذي تشهده الأسرة المسلمة المعاصرة عموما وتشهده كذلك الأسرة الجزائرية خصوصا. هذا التغير الذي هو تغير في القيم، تغير في طبيعة العلاقات التي أصبحت تجمع أفراد الأسرة الواحدة، تغير أو تحول في نمط العيش في السلوكات وفي غير ذلك من الأشياء التي تفرض علينا فرضا وتوجب علينا أن نكثر الكلام حول هذا الموضوع وأن نكثر من الملتقيات حول هذا الموضوع. انطلاقا من هذه المقاربة، جاء هذا الملتقى الوطني في طبعته الخامسة الموسوم بالأسرة المسلمة المعاصرة تحديات ورهانات. هذا الملتقى يأتي ليس لملء الفراغ وليس لأجل النشاط من أجل النشاط، إنما إيمانا منا بضرورة وبأهمية أن ننبه الناس إلى خطورة قضية الأسرة وإلى خطورة هذا الموضوع. كما تفضل رئيس اللجنة العلمية للملتقى، استقبلنا بخصوص هذا الملتقى منذ أن فتحنا آجال استقبال الملخصات، استقبلنا حوالي 42 ملخصاً، اخترنا منهم 22 ملخصاً، وقد حاولنا أن نكون حياديين إلى أبعد الحدود حيث أرجعنا التحكيم إلى 3 أساتذة كل منه أبدى رأيه حول الملخصات التي قدمت. قلت من بين 42 ملخص اخترنا 22 ملخص لتقديم المداخلات، ومن بين 22 مداخلة كان الاختيار على حوالي 15 أو 16 مداخلة، وجدنا أنها تتوافق إلى حد بعيد جدا مع الأهداف العامة المسطرة من هذا الملتقى. هذا الملتقى كان من المفروض أن يكون ملتقا دوليا، وقد باشرنا إجراءات حقيقية وإجراءات فعلية مع الداعية عمر عبد الكافي ومع الداعية محمد راتب النابلسي، لكن في آخر اللحظات تعذر على هاتين الشخصيتين أن يكونوا معنا. لكن معنا أستاذ من جامعة السوربون، لعل الملتقى أعلن عنه أنه ملتقى وطني، لكن فيه أحد الباحثين من جامعة السوربون، مما يمكن أن يضفي على هذا الملتقى البعد الدولي. قلت هذا فيما يخص التحضير للملتقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بأساتذتنا الكرام وأن ينفع كذلك بمشايخنا الشيخ محمد مكركب الذي سيلقي علينا بعد قليل مداخلة افتتاحية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر أستاذ الدكتور سفيان شبيرة رئيس الملتقى على كلمته. مباشرة من الأمور التي تعودت عليها الجمعية ومن التقاليد الحسنة والحميدة هي تكريم شخصية الملتقى أو تكريم أحد أعلام المنطقة أو أحد الأعلام العلمية في كل طبعة من طبعات الملتقى. لهذا اليوم ارتأينا أن نكرم أحد أعلام الجزائر إن صح التعبير، أحد أقطاب العلمية والجمعوية، ألا وهو الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم. ارتأت الجمعية أن تكرم هذه الشخصية العلمية، مهما فعلنا سوف لن نفي بعطاءاته العلمية وعطاءاته الجمعوية. أدعو الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم ليتفضل إلى المنصة ليكرم كضيف لضيف على مدينة وادي الهيو وعلى أبناء المنطقة. وأدعو أيضا رئيس الدائرة ورئيس الجمعية هلبل الميلود وشيخنا بن عودة حيرش لتكريمه.